بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن تحليل مهم جدا للمرأة الحامل، وهو تحليل السكر المسحي في فترة أثناء الحمل. وهذا الاختبار هو يجرى من قبل طبيب متخصص في هذا المجال، وغالبا يجرى هذا الاختبار عفوا في الأسبوع 26 حتى الأسبوع 28 لتحديد إذا كانت يعني الأم يعني معرضة للإصابة بسكر الحمل. وبناء على نتيجة التحليل فقد يعني يطلب الطبيب لقيام مجموعة من تحاليل السكر. وطبعا كيف يقوم الطبيب بهذا التحليل؟ غالبا يتم أخذ عينة بعد مرور ساعة للتعرف على مستويات السكر المرتفعة في الدم بعد شرب شراب محلي في جسم من قبل المرأة الحامل تحت يعني نظر الطبيب. ويتم أيضا فحص نسبة السكر المتواجدة في الجسم، ومن هنا يعرف الطبيب مستويات السكر المرتفعة في الدم ويعلم ما يقوم به في تحاليل أخرى. يعني نتيجة هذا التحليل تقوم عليه تحاليل أخرى كي نعلم هل هي محتاجة أو غير محتاجة لنوع من أنواع التحاليل الأخرى. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم يعني في درس قادم.